FM. الكلمة ليك. تنبيهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية، جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بينها وبين الواقع. فرامي مش بلعني. مشهد أنباء من وكالة رامي للأنباء على أثير راديو كابا فام، ونوافيكم مستمعينا الكرام والمكارم في هذا العدد بحوصلة لأهم أخبار الأسبوع الفارط. نفى ناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأستاذ الأزهر عروج يوم الاثنين أن تكون الوزارة قد أخفت كمية 1000 طن من قشور الدياموند، كما روج نقيب قوات الأمن السابق عصام الدردوري قائلا أن الوزارة تقوم بتشييح قشور الدياموند كما هو المعمول به مع قشور البرتقال وخاصة الرمان. هذا ونفى أمر الحرس الوطني ادعاءات عصام الدردوري قائلا كل ما عثرنا عليه هو مخزن قديم يعود لكتيبة عقبة بن نافع يحتوي على 1000 طن من الديناميت وليس الديامونت. على إثر العملية الإرهابية الأخيرة والفاشلة فجر يوم الاثنين الفارط بقبلي، صرح أمير كتيب عقبة ابن نافع لؤي لبيض مراسلنا شرف العتروس أنه قد تم نقر الكتيبة للمرة الثانية بعد نقرة بن قردان، وأنه فكرة دخول داعش إلى تونس هي غلطة وندمن عليها. وفي تصريح حصري لوكالة رامي للأنباء قال الشيخ فريد الباجي أنه سبب انضمامه لحركة نداء تونس يندرج في إطار سياسة دمج النشاط الدعوي بالسياسي داخل الحركة. هذا وضف الشيخ فريد الباجي أنه ينوي تأسيس شق جديد داخل الحركة يسمى بالشق الدعوي. أكدت وزيرة اللياقة البدنية مبروكة مجدولين الشيرني أنها إثر انضمام لحركة نداء تونس ستعمل على تكليس الروح الرياضية والمنافسة النزيهة بين شقوق الحزب ولما لا تأسيس دوري أبطال شقوق النداء. وعلق علي العريض القيادي بحركة النهضة يوم الثلاثاء في حوار حصري لوكالة رامي للأنباء وقال أنه يجب على نداء تونس فصل النشاط الدعوي عن السياسي. علمت وكالة رامي للأنباء لافتة كتب عليها مرحبا بالشيخة موزة في جمهورية الموز علقت يوم الثلاثاء بأمر من رئيس الجمهورية بقاعة الاستقبال الشرفية بمطار تونس قرطاج. وفي حوار حصري مع مراسلنا شرف العتروس قالت الشيخة موزة أنه سبب زيارتها لتونس هو قيامها بشوبينج أي التسوق، وأنها تريد شراء 1000 طن قشور الديامونت وتفكر في شراء جربة لتجعلها مقر لقناة الجزيرة. علق مفتي حركة نداء تونس الشيخ فريد الباجي على زيارة الشيخة موسى قائلا أنه ذلك يجوز في شرع النداء، فبحيث شعار شعب تونس شعب حر لأمريكا لقطر هو حديث ضعيف ولا يجب العمل به. أكدت منظمة العفو الدولية على لسان محادثتها منجية شلافت أن الانتهاكات في تونس لازالت متواصلة خاصة في جابس، حيث أكدت أن ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب يقوم بالتنكيل بالطلبة إذ يكشف تقرير تسجيل عدة انتهاكات أهمها تسميم الأكلة الجامعية للطلبة وإطلاق غازات سامة داخل المبيت مما تسبب في اختناق 60 طالبة. هذا ووصفت منظمة العفو الدولية ما يحصل في جابس بمحرقة الطلبة. هذا ورد وزير التعليم العالي سليم الخلبوسي على تقرير منظمة العفو الدولي قائلا أن الديوان لم يقم بأي انتهاك بل أنه كل ما قام به يندرج في إطار تنفيذ المخطط التنموي للحكومة والذي يهدف للقضاء على الإبطالة عن طريق القضاء على الطلبة. اهتزت تونس صبيحة يوم الأربعاء على خبر اغتيال كنيش بالحمامات من طرف ميليشيات البلدية المسلحة، هو اغتيال ثاني تعيشه تونس في نفس الأسبوع تقريبا بعد اغتيال تمساح البلفيدار. هذا وقيمت جنازة وطنية للفقيد حضرها جملة من الزعماء وملوك العالم على غرار الشيخة موزة. تعليقا على استشهاد يوسف الشاهد بقول لكارل ماركس في خطابه يوم الخميس الفارط أمام مجلس النواب قال حمل همامي ساخرا في حوار حصري برضو مع مراسلنا شرف العتروس، ماركس أصله بورقيبي ومن العائلة الدستورية وجدبوه هو عبد العزيز الثعالبي. هذا وقال كارل ماركس رحمه الله في تصريح حصري لوكالة رامي للأنباء أن جمهور تونسي جمهور زوي وسميه عتونس بلدي الثاني. وأضاف المرحوم ماركس أن الرفيق جو الشاهد سيكون رمز لحركة التحرير في العالم.
أكد لنا مرسلنا أشرف العطروس أن الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجري تقدمت باحتراز كتابي للفيفا ضد نيابة عيسى حياة وصفة انتخابات الكاف بالمزورة. وفي إطار الميركاتو السياسي وردتنا الآن معلومات شبه رسمية مفادها التحاق عيسى حياة بحركة نداء تونس. على اثر انضمامه لحركة نداء تونس شق حافظ قائد السبسي قال برهان بسيس في حوار حصري مع مراسلنا أشرف العطروس أنا لم أندم على اليسار بل اندمت على اليمين. بعد فوز تونسية بلقب ملكة جمال الشرق الأوسط وردتنا الآن أنباء عن اختيار ملكة جمال أوروبا من الموزمبيق الشقيقة. نعتذر للسادة المستمعين خبر عاجل يردنا الآن من كوالالمبور، مراسلتنا رودينا موجودة في كوالالمبور على عين المكان ويبدو أنه خبر مهم. رودينا لك الكلمة ويريد بتدقيق. شكرا شكرا زميلتنا رودينا، الله يقدر الخير ويبقي الستر على تونس. بعد أن كشف لطفي عز الدين عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وجود جناح خاص بالمثليين في سجن المرناقية يسمى بجناح هيفا وهبي، صرحت الفنانة هيفا على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنها فخورة لكونها رمز لإصلاح المجرمين والخارجين عن القانون، وشكرت وزارة العدل التونسية وإدارة السجون والإصلاح مضيفة أنها تعد جمهور المرناقية بحفل خاص يوم 31 فيفري المقبل. هذا واستنكر الفنان القدير مقداد السيدي تسمية الرواق باسم فنانة أجنبية قائلا كان على إدارة السجن تشجيع الفنانين والمبدعين التونسيين وتسمية الرواق باسم فنان تونسي مثلا على غرار شمس الدين باشا. قال وزير التجهيز في تصريح حصري لوكالة رامي للأنباء أن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع جديد بقيمة 17 مليار دينار تونسي سيكون رائد في مجال الطرقات، حيث ستقوم الوزارة بتركيز علامات ذكية مكتوب عليها انتبه حفرة. ختاما دشن اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد علم ضخم بحديقة البلفيدير تبلغ كلفته 300 ألف دينار وسط حالة من الاحتقان بين حيوانات البلفيدير المطالبين بكشف حقيقة ملابسات اغتيال التمساح. الكلمة ليك.